هل هاجمك كلب من قبل؟ 10 طرق لإسكات الكلب وعدم الخوف منه. أهلاً وسهلاً بكم يا شباب. من طباع الكلاب هي الهجوم والصيد، ويتم ترويضهم على ذلك أيضاً وتعليمهم كيف يصطادون فرائسهم. فهل سبق لكم تجربة ترويض للكلب؟ وأيضاً هل سبق أن هاجمك كلب؟ لا تقلق مجدداً، سوف نتعرف معاً على طرق سهلة وبسيطة لصد هجمات الكلاب. وقبل البدء نذكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم منا كل ما هو جديد. ادرس حركات الكلب. يوجد الكثير من حركات الكلاب ولكل حركة معنى، فيجب علينا معرفة الحركة ومعناها حتى نعلم ماذا يريد الكلب. فالحركات العدوانية يمكن أن ترى من حركات جسده، فإذا كان ينبح ويحاول العض فهو بالطبع عدواني، وأيضا إذا كان ذيله مرفوعا لأعلى وكذلك رأسه وجسده على أشد استعداد للهجوم فهو عدواني أيضا، وأيضا إذا أظهر الجزء الأبيض من عينه وأظهر أسنانه فهذا يعني أنه عدواني أيضا يا أصدقائي. يمشي ويبتعد بطيئا. إذا كنت متمكنا من الكلب وأزعجته فاحذر غضبه ولا تقف أمامه، يجب عليك أن تبحث عن مكان آمن وألا تقف أمام الكلب كثيرا، وأيضا المشي ببطء أمام الكلب فهذا الأمر يثير غضبه، فلا تفعل ذلك أمام أي كلب، بل امشي كمشيتك المعتادة، وأيضا لا تعطيه ظهرك بكل أمان، فهو يمكن أن يكون غاضبا منك بسبب فعل فعلته له. النزول من الدراجة. إذا كنت تركب دراجة وقام بالجري وراءك كلب ما، قم بالنزول من على الدراجة واجعل الدراجة بينك وبينه، ولا تمشي وأنت راكب للدراجة وهو يجري وراءك أو بجانبك، فقط قم بالنزول بالطريقة السابق ذكرها وقف أو امشي مشيا عاديا. حمل الأطفال. إذا كان معك طفل صغير فأخبره ألا يجري ولا يخاف، وإذا كان الطفل ما زال صغيرا فاحمله وحاول ألا تجعله يبكي ولا تجعله ينظر إلى عين الكلب، احمله ولا تجعله يلتفت ولا يبكي فقط. حول انتباه الكلب. إذا هاجمكم كلب ولا يريد أن يهدأ بعد، قوموا بإلقاء أي شيء وليكن زجاجة بجانبه حتى يهدأ ويعلم أنك ستعطيه أكلا، وستكون محظوظا فعلا إذا كان معك أكل له، واجعل دائما معك أكل إضافي تحمله من المنزل لموقف مثل هذا. لا تجري أمام الكلب. إياكم والجري أمامه، فعندما يراكم تفرون منه سوف يلاحقكم أكثر، وأيضا مهما كانت سرعتنا فلن نكون بسرعة الكلب، فهو بالطبع أسرع منا، وليس من السهل أن يتعب كما نتعب نحن، فقط قف مثل الشجرة تماما وضم يدك كأنك ستضربه. وفي الدين الإسلامي توجد آية قرآنية تقول، قال الله تعالى، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، فيقف كما ذكرنا ويتلو هذه الآية. الوقوف كالشجرة، عندما تأخذ هذا الوضع إياك أن تتحرك أو تميل برأس أو تحرك عينك، فعندما تكون بهذا الوضع سيظن الكلب بأنك لست حقيقيا، ومن الممكن أن يقترب منك أكثر وينبح عليك، فلا تخف ولا تحرك ساكنا، فهو يريد أن يتأكد بأنك لست إنسانا فقط. لا تظهر وكأنك مذعور. إذا ظهرت وكأنك مذعور فلن يتركك الكلب، فالكلب لديه القدرة على الإحساس بك إذا كنت مذعورا، فإن خفت من كلب فلا تنذعر وتجري أمامه، كل ما عليك هو المشي كما أنت، ويمكنك أن تغني بداخلك حتى تشعر باطمئنان ولا تظهر للكلب خوفك وذعرك. لا تزعج الكلب. لا تزعج الكلب، فالكلب عندما يكون غاضبا إياك أن تزعجه، وأيضا احذر أن تبتسم له، فإن ابتسمت له فهذا يعني أنك تبدي أسنانك له لتهاجمه، فلا تبتسم له أبدا في هذه الحالة. وأيضا إذا رأيت كلبا مربوطا فلا تحاول إزعاجه، فهو لن يستطيع فعل أي شيء غير محاولة مهاجمتك، فلا داعي لذلك. انتبه للافتة، احترس من الكلاب الشرسة. عندما تشاهد لافتة مكتوب عليها احترس من كلاب حراسة أو غيرها، لا تحاول أن تعبث بها أو تدخل هذا المكان، ابتعد ولا تفكر بالدخول إلا إذا كان لك شخص بالداخل يستطيع حمايتك من هذه الكلاب. هذه كانت 10 نصائح للتعامل مع الكلاب، وتذكروا أن الكلاب من خلق الله تعالى، فإن لم نزعجها بكل تأكيد لن يحاول أن يمسنا بسوء.
شكراً لكم على حسن المتابعة، ولا تنسوا الإعجاب والمشاركة ومشاهدة الفيديوهات السابقة من هذه القناة، ولا تنسوا التعليقات على هذا الفيديو وكذلك الفيديوهات الأخرى. شكراً لكم، إلى اللقاء.